المباراة فنيا هل تعكس الأدوات اللي يملكها الفريقين؟ إطلاقا لا، يعني خليني أستقي ما تفضل فيه أبو تركي، ما تفضل فيه ماجد. أول شيء أنت عندك ضعف على مستوى الفرق من المركز السادس ونازل، لذلك من السادس ونازل تقريبا 9 فرق قاعدة تنافس على الهبوط، وهنا المشكلة اللي أنت تواجهها أمام عمل الإدارات في الأندية. تلقى تفاصيل صغيرة تغير أشياء كثيرة في الأندية. لما تيجي تأخذ على مستوى عناصر التعاون أفضل بمراحل من عناصر اللي موجودة في أبها، لكن شو الاختلاف؟ في أبها في مدرب يتخذ المنهجية والأسلوب الصحيح، في لاعبين لو تقيمهم مثلا خلنا نقول بدون تقليل منهم، كأضرب مثال خلني أقول لك 7 من 10، هو قاعد يعطيك 7 كاملة، قاعد يعطيك 100% من طاقته داخل الملعب. مدرب يتطور مع الفرق. كانت واحدة من المشاكل اللي يعاني منها أبها أنه لما يتسجل فيه الفريق يصبح عشوائي ويتلقى سيل من الأهداف. شفنا الفريق تسجل فيه محافظ على هدوءه، محافظ على رتمه، محافظ على عناصره، التوهج اللي قاعد يقدمه سعد بقير، صالح العمري، اللي انا اعتقد انه اذا في احد عنده ثبات على 10 جولات بتميز عطائه يمكن يكون صالح العمري مقابل هذا الاداء اللي يسوي. تجي للتعاون عندك عناصر، عندك اضافات رائعه جدا في الشتويه تحسب لك عناصريا، لكن مدرب شوف الـ عشان تصير بالطريق الصحيح لازم يكون عندك قرار شجاع. قرارات شجاعة هي اللي تواكب العمل الاستراتيجي. لكن لما تحسن على مستوى العناصر وتبقي المدرب اللي ما عنده ثبات على التشكيلة، ما عنده رؤية واضحة فنية للفريق، يوم يخلي توامبا في الدكة، يوم مثل ما تفضل أبو تركي يغامر بالفريق في مباراة الجيش اللي هو يحتل كان المركز الرابع في الدوري السوري، احنا نعرف الدوري السوري والظروف اللي فيه، وما استطعت تفوز عليه في اشواط في الاصليه، ويقودك الى ركلات الترجيح تستنزف قواك. مباراه ابها اليوم كانت اهم بمراحل من مباراه الجيش. شوف بو تركي قال كلمه وكنا نتناقش قبلها على موضوع ضمك، انه ضمك لو اخذ المركز الرابع لو تاهل اسيويا. يا اخي لازم ثقافتنا تتغير. لا اروح اسيويا إلا إذا بحقق منجز رقمي، ما راح أخذ الكاس، لكن أنا هل قادر أوصل دور 16 دور 8؟ ممتاز. طيب أنت هنا عناصرك 7 الأجانب ما حتكون معاك، حتلعب بأربعة. هل العناصر المحلية اللي عندك فعلا متفوق عشان توديك بعيد؟ أنت ما ودتك بعيد، شوف مركزك وين. وسبب هذا الموضوع الرئيسي عمل إداري. لما تجي تشوف التعاون في نفس الجولة 25 العام الماضي عنده 41 نقطة في المركز الرابع، عنده عمل رائع جدا. وين راح هذا العمل؟ وين المكتسبات؟ لكن شوف في المقابل المكتسبات اللي عملها ضمك من بعد الشتوية العام، اليوم وين ودته؟ ضمك اليوم في 42 نقطة. هذا عمل إداري. إحنا نعاني اليوم في الأندية من عمل الإدارات الأندية الإداري. في أندية يعني تقتنع في عملها لأن مواردها المالية بالفعل ما هي كبيرة. طيب على هذا الذكر، أبها في العام الماضي كان وضعه في الجولة 25 أسوأ من الوقت الحالي إلى آخر جولة، اليوم عنده 32 منطقيا صحيح. من 15 نقطة هو بحاجة، خليني أبالغ وأقول 40% من ال 15 نقطة ويرتاح. هذا عبد الله تحديدا يوريك السوء اللي احنا نتكلم عنه الفني، أو خلينا نسميه التراجع الفني. كان أبها في المرتبة 11 عنده 31 نقطة، اليوم هو في السادس ب 32 نقطة، هذا يوريك التراجع اللي عاشته فرق المنتصف وانت نازل نقطيا، وهذا اساسا انعكاس على النتائج هذه على المستوى الفني اللي تعيش الأندية. يعني اليوم تواجد أبها ليس أبها في أفضليته. اليوم مثلا الفرص اللي نتكلم عنها اللي تحصل عليها أبها، أبها اليوم عنده 26 هدف حلو، لكن العام في نفس التوقيت كان عنده 37 هدف. شو اللي فرق في أبها؟ كارلوس السويسري اللي كان معار من الحزم أيه. البديل ما كان بقوة كارلوس، لذلك الفرص اللي قاعد يتحصل عليها أبها ما قاعدة تتسجل. فأعتقد أنه عمل إداري، لكن التعاون محتاج أنه يراجع نفسه، محتاج أنه إما أن يكون في جلسة صارمة مع المدرب لتحديد رؤية ال5 مباريات المتبقية، لأن هذه يتعلق فيها تاريخ، يتعلق فيها اسم النادي، ولا تأمل للهبوط. لأنه القادسية زي ما ضربنا مثال قبل وزي ما قال أبو تركي كان في الجولة 25 عنده 31 نقطة في المركز الثامن صحيح، فبالتالي ما في مأمن. لكن احنا جايين إن شاء الله في طيات الحلقة حنتكلم بشكل أكثر.